تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات، مما أدى لوصول سكان قطاع غزة لحافة المجاعة وتحديدا في الشمال. كريم بيبرس والمزيد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية. هذه هي البوابة الأهم والرئيسية لإدخال المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في محاولة للتخفيف عنهم يعني ويلات الإبادة الجماعية التي تحدث بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني من هذه البوابة كانت تدخل المساعدات إلى بوابة معبر رفح الفلسطينية التي خرجت عن الخدمة تماما، ولكن من الناحية المصرية ها هي تعمل وتفتح أبوابها منذ بدء العدوان لدخول هذه الشاحنات، لكن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لتدخل الشاحنات الإغاثية من أمام هذه البوابة، بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم. كعادة قوات الاحتلال تتعنت وتعرقل وتمنع دخول المساعدات الإغاثية من الناحية الأخرى، الناحية المحتلة من الأراضي الفلسطينية. لكن نتحدث عن أهم الشاحنات. الشاحنات خلال الأيام الماضية ربما لم يدخل عدد الشاحنات أو لم يصل عدد الشاحنات الذي دخل بالفعل إلى قطاع غزة لا يتخطى 30 أو 40 شاحنة تقريبا، لكن ما دخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من 100 شاحنة تقريبا. اليوم دخل 9 شاحنات فقط من الوقود. الوقود هو من أهم يعني الأشياء التي يحتاجها الآن القطاع لتشغيل البنية التحتية والمستشفيات وغيرها. لم يدخل أي من المساعدات الإغاثية على الإطلاق، وهو جزء من المنهج الذي تنتهجه قوات الاحتلال للوصول لحد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. الرقم المتعارف عليه عالميا حسب الأمم المتحدة أن تصف هذه الدولة بأنها وصلت إلى حد الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالجوع أو حد المجاعة تحديدا أن يموت شخص من بين كل 10,000 شخص، أن يموت أحد منهم من الجوع، وأن يصل نسبة الجوع تماما أو عدم يعني وجود ما يقتاتونه من الطعام إلى 20% تقريبا من العاقلين أو من الكبار و30% من الأطفال. لذلك قوات الاحتلال تلعب هذه اللعبة الخاصة بتقطيع دخول المساعدات، لا يدخل القدر الكافي لإنقاذ الفلسطينيين، وفي نفس الوقت لا يصل إلى الحد الأدنى للمجاعة حتى تحفظ ماء الوجه، ولكن هذا لا يمنع استمرار منهج الإبادة الجماعية. لذلك يدخل تقريبا كل يومين أو ثلاثة ما يقرب من 20 إلى 30 شاحنة ثم تتوقف تماما عن الدخول. هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة لتجهيز هذه المساعدات المختلفة لإجبار جميع الأطراف على دخول هذه المساعدات من أجل التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.